السلام عليكم. احنا سكان الوجهة البحرية سيدي غيلاس، انا فرحانين بالمشروع هذا تاع بريزلام، ونشكروا يعني الشركة ميديترا اللي راهي دارت عمل كبير، وفرحتنا يعني تكون كبيرة اذا ممكن ونطلبوا من السلطات يعاونونا باه يديروا لنا باسان الفلايك تاعنا. 200 عائلة راهي تاكل وتشرب من هذا الفلايك، لكن ما عندناش وين نديروهم. نطلبوا من السلطات يديروا لنا باسان، الناس تربط يعني للأقارب تاعها. ورانا هنا عندكم سنوات انتم تعانوا من هذا المشكل هذا. رانا سنوات وسنوات. ربي جاب هذا المشروع، ماذا بنا يدخلوا لنا في هذا المشروع هذا حاجة اللي ما رخيصة. أنا كل حال على في وجه نظرتنا حنايا ماهيش حاجة كبيرة، وعندنا هنايا في وجه الوسواء هو البحر دخل في 10 سنوات هو طلع بعشرين متر ما بقى فيه والو. راهو السكان اللي راهم هنا رايحين يهبطوا وعندنا ليزيكو عنده اكثر فرنسا دارتها وما زال راهن. كانت 500 سكان في سيدي زعيلات رايح في 20,000 سكان كاع الماء الخادره راهي صبان. نطلبوا من السلطات يعاونونا ويحلوا لنا مشكلة نتاعنا نهائيا، لان البحر راه يطلع في 10 سنوات هو طلع ب 25 متر. شوفوا بيه هو طلع خلاص. هذا هو نطلبوا من السلطه تعاونوا. هذا وسنوات يعني الماء كان يهدد السكان هنايا، مهددين السكان هذو هنايا كاع مهددين، مهددين بالبحر، مهددين والبحريه راهم يعانوا. راني نقولوا نزيد 200 عائله عايشه، نقول عائله ماشي شخص، 200 عائلة عايشة بالحوت هذه ما لا حاجة. لازم 5-6 من الناس باه يخرج، وخمسة ستة من الناس باش يدخل، وخلي الأقارب يتواسوا يتكسروا ويتواسوا. حبينا باسان، باسان ماناش نقولوا مينا باسان، هذا ما باسان باش يربطوا الفلايك تاعهم الناس. مادام الباسان هذا راه واجد طبيعيا، راه واجد ديجا ستان دومي باسان. هنا الشركة هذه والله أول مرة شفنا الشركة تخدم كيما فرحتنا بالبزاف. دارت الخدمة هذه ميم با في عامين، قادرين في 3 شهور ولا 4 شهور يعاودوا يفرشوا هالمنطقة هذه هالجهة هذا، يديروا لنا هالباسان يسقموه. هنا ماناش طالبين انفور ولا هنا غير اون بتيت مارينا، وهذا ال 200 عائلة اللي هي عايشة من البحر دير الفلايك تاعها هنا وتخرج منها، يسهل لها البحر باش تخرج وتصيد وتخدم على روحها. والناس تولي تبيع الحوت نتاعها هنايا، واللي يبيع القهوه يبيع القهوه، واللي يبيع المحاجب يبيع المحاجب. حتى الجمعيات اللي راهم هنا عندنا جمعيات جمعيات تاع لي كاياك، ورايحين نديروا جمعيه تاع لابلونجي سوماري، خاطر هنا الناس هذو كامل بحريه، وكاين نص عايش من البحر والصيد تاع البحري، وكاين نص عايشين في الرياضة. عندنا نخبة لاباس بها في الرياضة، في الرياضة القتالية، وحنا ماذا بينا هالبصل لو كان يندار نزيدو نديرو الناس. مادام الناس عندنا عوامين لاباس بهم، نقدروا نديرو اون اسوسياسيون ونخرج لنا السباحين. وكاين مجموعات البحرية ثان راهي ضايضة، 3 مجموعات راهي هنايا، وكاين الناس اللي عندهم أقارب وراهي ساكن في قرايا في الداموس في رايحين. انا شخصيا عندي 40 سنة خبرة في البحر، اذا كان ساعدونا داروا لنا هالباصان داروا لنا بتيت مارينا الفلايك، هذا الجيل هذا الجاي اللي يروح للافات الاجتماعية نساعدوا باش يتعلم البحر، نساعدوا الخياطة، نساعدوا كيف يربط صنارة، كيف يصيد، كيف يدير الكايا، كيف يدير البلونجي سومارين، وهذا نربحوه هنا. زيد البلدية زيد تربح مادام نديروا هنا دي بتيت باراك للفلايك واحد 20 براكه، نديرو تي ريستورون، نديرو كافيتاريا، ونخلو الاسر تجي تتنزه هنايا وتتمتع.